السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عاد نبا. اليوم بدينا نصوروا ونرون بوان تاع المحافر، نحكموا الهبطه تاع الزعفرانيه، نروحوا مع العمل لكم راهو يدينا مكتوب ان شاء الله. سؤالي لكن ليس فقط انك تعرفنا تقدم لنا جميلة انا معروفة وغنية عن التعريف، فقط انه يعني منذ ايام او يعني 3 ايام على الاقل يعني اقلت سنة كاملة سنة 2023، كيف تقيم هذه السنة بالنسبة لجمعية حماية وتطوير افكار الشباب؟ والله هي عدة نشاطات عدت علينا مختلفة ومتنوعة، فيها نشاطات كما يقولوا ترفيهية مع الاطفال، وفيها تنا مع الشباب مثل لها زيارات لعدة مدن، منها أحياء عيد يناير في تيزي وزو، كذلك زيارة الغرب الجزائري، كذلك كانت عندنا تنا نشاطات مع احتياجات خاصة، أنه شاركنا في الدخول المدرسي مع في المركز تحقيقات المركز تاع شون مارس، شاركنا معهم في الدخول المدرسي، كذلك في الاختتام مؤخرا الفترة الأولى كان شاركنا معهم في الاحتفال، كذلك عندنا بعض النشاطات كذلك مع عنابة مدينتي، حيث شارك الجمعية كذلك في النشاطات حملات التطبيق مع شباب الجمعية. ومؤخرا يعني اختتمنا لختام المسكن هي الدورة الجهوية للصوربان مع يعني الحي الكثير يعني أكاديمية النور، وختام مسك يعني كان السنة يعني مع أكاديمية النور، يعني اللي كان عندها دور كبير يعني تقريبا إمكانياتها كاملة وفرتها أكاديمية عدد المشاركين فقط اللي كانوا في هذه الدورة يعني 250 تقريبا 250 فقط. هذه الولايات خمس ولايات الشرعية اللي هي سكيكدا عنابة قالما والطارق وسوق حماس، وتوجت يعني بمناسبة بين ولاية عنابة كان سود هراس كان يعني مناسب من نفسها شديدة. نعم والحمد لله يعني والأعمار فقط يعني اللي كانت معنية بالمشاركة في الابتدائي من الابتدائي المتوسط جيد ممتاز تقريبا 6 فئات وكل وعلى مستوى قاع سعر باهمية اعتقد نعم وكل فئة فيها 5 مستويات يعني ابتدائي من سنة أولى مثلا مستوى أول ثاني يعني تقريبا ومن أشرف على طبعا السابقة هي يعني اللي خبرتها يعني مثل أكاديمية يعني عندهم خبرة في الأساتذة في التنظيم في كلش، احنا عملنا معهم بالتنسيق كذلك دعمنا يعني معنويا للشباب والرياضة اللي هو اما الامكانيات الاخرى كانوا يعني على عاتق الجمعيه على عاتق الاكاديميه والمشاركين مشاركين نعم يعني المشاركين يعني الدوره كانت ناجحه عمليا ناجحه 100% لانه ما يحتاجش الدوره ماهيش الا سي مسابقه ولكن من خلالها نشاطات ثقافيه ترفيهيه مهرجين يعني الطفل كيجي حتى من ولايه اخرى يقضي يعني يوم كامل في القاعه كانت على مدار يوم واحد فقط يوم كامل يوم كامل يعني فيها قليل من المسابقة ولكن باقي كان ترفيه يعني مساء كامل يعني فيها ترفيه فيها 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 كما يقولوا وجبة الغداء فيه كل خاصة انه هذه الدورة والمسابقة تزامت مع العطلة الشتوية يعني. طبعا هي يعني قلت لك يعني هي الترفيه للطفل لأنه في عطلة كذلك لإبراز قدراته يعني في هذا المجال وحبينا يعني نعموا هذا تكون خاصة في جميع دور الشباب نعم لأنه كيفاه جات الفكرة انه الاستاذ يعني رئيس الاكاديميه عندنا من سنتين رحنا شاركنا كجمعيه اعطانا الطفل واحنا شاركنا في ولايه ورقنا وتحصلنا على المرتبه الثالثه وطنيه نعم من خلال هذه الفكره يعني ولا احنا وعلاش ما نشطوش هنا في ولايه عنابه نخيروا يعني وحي الله صح ونسقنا معاه وهو يعني استاذ سليم يعني عنده خبره يعني في التنظيم حتى في الجهويه ولا الوطنيه والحمد لله احنا تشادرنا هذه الدوره باش نقولوا للمجتمع العنابي بلي هذا الحساب الذهني نعرفوا به ونقولوا بلي راه مفيد للطفل لانه ترفيهي يقوي الذاكره نعم
وماذا بينا يعني نحوسوا احنا باللي تعمم حتى في دور الشباب، لانه رانا نشوفوا يعني من خلال السنوات الاخيره انه عزوف على دور الشباب. احنا من احنا عندكم كرؤساء جمعيات ولا يعني احنا ثبتنا في دور الشباب انه الطفل كان يعني في الدور الشباب يلقى كل مجالات، يحب مطالع يلقى المطالعه، يحب مترفه يلقى المترفه، يحب يدير اي حاجه. لكن مؤخرا نشوفوا باللي يعني لسببين، السبب الاول أن الأطفال كثافة الدروس والدروس الخصوصية، نعم عاد يعني الطفل ما عندوش وقت الترفيه، كان ضغط يعني مسكين كم القراية بالخروج دروس خصوصية. لذلك رانا نرى باللي أن دور الشباب راه عزوف كبير، صح. يعني نحاول بشتى الطرق أن نجيب حوايج جديدة للشباب والأطفال باش يقدروا يجيو حتى لدور الشباب وترشد كما كانت تشتبك. صح، مش يعني استقطاب الاطفال والشباب جيد ممتاز، يعطيك الصحه التوفيق. الى خير الدين جمعيه جيل الشباب لتلميذ وسقل النواب لولايه عنابه، عرف انها الجمعيه لان اعتقد هي كانت جمعيه فاتيه اعتقد سنتين فقط. انا سنتين مره اخرى سنتين الناس المتابعين الجمعيه اللي تبعوا فينا في حصه مباشره، المفروض مباشر مباشر نعم قلت مباشره حصه اليوم الخمسه راهو المفروض يتبعوا فينا، حب يعرفوا الجديد على الجمعيه جديد سنة 2024، كاين اللي حاب يعرف الجمعية، حاب يعرف كيف تأسست، ما هي أهدافها هذا النشاط. أردت أتكلم بمختصر فقط عن أهم نشاط الجمعية وقت تأسست، وثم نتكلم عن مشاريع هذا المشروع اللي تحصلنا عليه المنطقة الوطنية، والمشاريع الجديدة إن شاء الله سنة 2024. الجمعية لجيل الشباب كاين سوق النواب ولايه عنابه جات من نادي اسمه نادي جيل الشباب، تأسس سابقا في 2012، بدينا ننشطوا به في لما تأسس مركز السفي العلمي. نعم. بدينا دخلنا في الميدان الجمعي، بدينا بالشباب لأعضاء الشبانية، نشطنا مع عدة جمعيات، دخلنا في شمال النادي البنادي وخبرة كافية. والحمد لله دينا الخبرة الكافية به استطعنا حن نفتح أسسنا جمعية لوحدنا وخرجنا باسم جمعية الشباب في عز الوباء إن شاء الله 2020 سنة 2020 تم اعتمادها في 16 فبراير 2020 في عز الوباء. ما كانش بداية سهلة لأنه كانت وقتها كورونا وقت الحجز الصحي، حاجة كانت بعض النشاط ده كانت في وقاية وقافلات تحسيسية لوقاية من هذا كورونا، وأيضا كان نشاط المسجد ما حبيش نوقفوا أهداف الجمعية، حبينا ننشطوا افتراضيا ما دام كلش مغلوق وقت ال 29 وقت كانت كلش مؤسسات الشباب كل أنشطة مغلقة، حبينا ننشطوا عبر الافتراض باش نبنى افتراضية وقتها، وكان في مسابقة غذائية يوم ما عجبتهم الشباب على الهضاء في عدة مناطق بين العصر والمسرح وال الشعر أو غيرها من جميع المواهب عبر مواهب افتراضية، كانت بداية جيدة. تم تقييمها وقتها مدير شبكة الرياضة السيد عباسي اللي كان معه وقتها لنشاطات الافتراضية، وبنا كان بشكل رسمي في الواقع. الو أصلا هذه في الجمعية راهو مذكور في اسم الجمعية. عرفتك أنا عيطت كل سنة كنت تحكي قلت حلت في أصلا. الشباب كل شاب عنده تجربة هنا نجي كل شباب شفتي ليك مريم عايطة عايطة راسي يروح للجنة في الغابة وكذا هاي اوكي انا ندرك نخرج طبعا انا عندي عاد مش نقول لك هاتي بارك ما تستاهليش هاكي ما تستاهليش واحد يبقى ينتزد عليك ويقول لك ها ومدام هاي باي باي ها 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 اسمعي خرج عليك من 24 يا اختي هذه فواياج هذه بوسيت وين البحر بالقباحة تيقو لا 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 بلا با لاني مروحة صح انا دار اها يا سيبا وبهر بحر
حلبوسات بالقباحة كبش السيدة. نصر خطية هزي انتي هي المشاكلية الفرص. خطية هزيك بارك تتلحي على الراجل. عينيه زالوزو. يقولوا مريم تشبلو. نصر اخويا. عم بالي بك خطيك اخويا. لا عم بالي بك اخويا خطيك يتلح عليه. تشفيك لينا عنده الكراه. مريم هولي توكسيكيت من عنده ميناصة. متفضيت. متفضيت. 1 جانفي. شو بيستنى وكيف يربح البوسات يا اختي يا دايده في ايه نضرب بالراجل. شوية ودوك تبيعها مال مالا غدو مع الفجاري ان شاء الله هنكونوا عندك. هاي سيبا سيبا هاي باي باي صح. شوية بقى هي وحبس طريق مكسر. يعني على الاقل جهادية تحفز الشباب يعني بحافظة الجسم. وما شاء الله شوف اذا حضرت هذه المسابقة ان شاء الله تحضرها السنة ان شاء الله في 2024 عرضوك ان شاء الله وشوف مواهب يعني اطفال وشباب يعني مقارنة باللي يحدث يعني في الزمن هذا يعني انه شباب بالذات يحفظ يعني دعم كافي يعني كاين ناس يعني فنانين نقول صراحة فنانين ما لقاوش اطار ودعم راهو نقول تاعو قضى على هذا الوقت
فرصة لهم أنه أنتم كجمعية أنكم تخلقوا هذا الفضاء تأطروهم وتوجهوهم. نعم هو الهدف الرسمي من فشل تستقل هذه الموهبة. فقط نسمعوا زين الدين. زين الدين زين الدين فقط تعرف عليه فقط هو أحد أعضاء مؤسسين أعضاء الجمعية أعضاء الجمعية واحد اللي صاحب اللي مؤسس المشروع مشاركوا في الطبعة بمدرسة 2023 اللي هو 2023 في مهرجان هو صاحب الفكرة نعم صاحب الفكرة قال الوطني مدير الفضلاء فقط أنا تعدوا للجيش الأول سيدة هنا بعد دقيقتين فقط يعني زيني يقول لي كيف حتى انضمنت إلى هذه الجمعية خيرت الجمعية على بقى الجمعيات. السلام عليكم. عليكم السلام. أول حاجة أني كيفاه تنضم في الجمعية أول حاجة هي قريبة للحي تاعي يعني في بلاصة نلعب في الكاردي راني نلعب في الجمعية هي بعد نطور من المهارات تاعي شوية مواهب خاصة كيفاه تعلم مهارات الحوار مع الناس كيفاه تقدر تضبطها هذيك الأمور كاملة وتلقاها كاملة في الجمعيات ما تلقاهاش في الحي البرا تلعب غير شوية لعبة. شنو الجانب اللي تروح فيه الكوتي بروفيسيونال اللي هو تلقاه دائما في الجمعيات وخرج المؤطرة إداريين صراحة ماذا أضافتك هذه الجمعية؟ صراحة حاجة من الحوايج اللي أضافتهم اللي هم متواجدين هنا بعد قاعد نحضر يعني عادي جدا مش أمر صعب جديد ولا صعب ولا عارف كيف نضبط الأمور الهدرتين كيف قادر نطور روحي في بعض المجالات خاصة المشاريع كيف ضبطت المشاريع تاعي في الجمعية كيف قدرنا نبنيها هكا شوية ولي مشروع جاهز وحاضر شوية أجرم فوستا يا رب في الباب صحيح؟ نعم الباب صحيح مقفول الباب لا تبرا أو مليح سيما الباب تاعك انت مقفول دخلنا فيه الباب تاعك لازم تطلع على التسبيطار واش دخلنا فيه التسبيطار هنا صام تاع في وحايد بصها ما يتشافوش طال العصر الحجريك لا مدا قاعدين نحيو فيها اللي جابوا 50 بعد ينقص هاي عندي كاين نحيو فيها
قالوا امي ما سخر بيا ما جاش ولاو معاك. الو الو ها معاذ وينك انت قد في الابيض في البورتابل مع فيصل معليش بصحيك كنا نعرفك تكذب نكسرك وكسر البورتابل ما الله خير ما هاي ما هاي شويه هكا ونجيك صار صار ندرك البورتابل وندمت يا ربي وتلتزم بالدفاع عن حقوق المستضعفين وحق تقرير المصير. يدمج أزيد من 680 مستفيدا من جهاز البطالة بعنابة وعملية التكوين مس في حد الآن 1200 مستفيد من هذا الجهاز. فتح وكالتين جديدتين لصندوق التقاعد بعنابة خلال العام الجاري وفي لحيان تخصيص أزيد 40,000 قنطار من البذور للفلاحين بولاية عنابة بعد المصير. السلام الله عليكم مستمعينا الكرام اهلا بكم الى تفاصيل النشر الاخباريه المسائيه من اذاعه عنابه الجنوبيه. رئيس الجمهوريه بمقر الرئاسه اليوم رئيس جمهوريه سيراليون السيد جوليوس ماديبيو ويتواجد الرئيس السيراليوني بالجزائر في زياره رسميه تدوم ثلاثه ايام ضمن اطار تنسيق المواقف والجهود مع الجزائر في الدفاع عن مصالح القاره الافريقيه بعد تولي البلدان مقعدهما بمجلس الامن الدولي في عضويه غير دائمه. ترأس الوزير الأول السيد نادر العرباوي اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي. كما تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الهدف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات. درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة كما تناولت بالبحث انجع السبل لضمان توفير المواد الاساسيه وسعه الاستهلاك لا سيما بالمناطق الجنوبيه وذلك نحو هذه المناطق. هذا واستعرضت الحكومه التدابير الاحترازيه المتاخره فيما
وصلنا ولكن عندي Thank you.
الجزائر تباشر عودتها في مجلس الامن الدولي كعضو غير دائم
لمدة سنة وتلتزم بالدفاع عن حقوق المستضعفين وحق تقرير المصير. تدمج أجهزة الاستيلاء وتنوين المستفيد من جهاز البطالة بعنابة وعملية تكوين نسب لحد الآن 1200 مستفيد من هذا الجهاز. فتح وكالتين جديدتين لصندوق التقاعد بعنابة خلال العام الجاري، وتبنى دكتة عفن تخصيص أجهزة من 40,000 قنطار للبذور من 30,000 بمدينة عنابة خلال هذا الموسم. شكرا وبقية متابعة طريقة مشاركة لبرنامج جمعيات الميدان والزميل صوفيا العابد. هادي ولا الاخرى هم حارقين روح انت متسلمهم انا بالي وصاي يقفل كون بقى نخش نقفل Thank you.
30,000 يا خويا. 30,000 يا عندي فليت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يالو عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن هيات دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطه ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا جاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا دير فيك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحانو ميد فلان صوتك راس خافي بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرضا ماشي ديالي
أجين كامورتنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا غيرة قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفليت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي يا شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي لو بريد الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي انت مرتين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد تبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الاثنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيد الغيرة يا زين مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيرة يا السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل اهلي يديروا الفتوح بحضور الاحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك
والديك الغيره يا زين، راني صدقتك والديك الغيره يا زين، راني صدقتك والديك الغيره يا زين.